أعداد السوريين العالقين على الحدود السورية الأردنية في ازدياد، لا خيم تقيهم حر الشمس ولا ماء يسد رمقهم. الحكومة الأردنية تقول إن المعابر مفتوحة بوجه اللاجئين السوريين، والعالقون هناك يقولون 300 دينار مقابل دخول أي سوري للأراضي الأردنية. اتهامات من ناشطين سوريين تطال البعض من قوات الدرك الأردنية بالتهجم على نساء وأطفال سوريين بالعصي، الأمر الذي أثار حفيظة من هرب بكرامته باحثا عن المأوى الآمن. وبين تفاصيل المشهد، عائلات تصارع على أعتاب شريط حدودي عربي، سئمة الكلام وملت التصريحات، وما تحتاجه اليوم حل سريع بإدخالهم إلى مخيمات الأردن. مخاوف من البعض تحذر من تكرار سيناريو مخيمات الشمال السوري بعد أن أغلقت تركيا حدودها أيضا. السوريون العالقون على حدود الأردن موضوع حلقة هنا سوريا لهذه الليلة، فأهلا بكم. أفاد ناشطون أن السلطات الأردنية تواصل إغلاق حدودها أمام اللاجئين منذ نحو 20 يوم، وبث الناشطون صورا على شبكة الإنترنت تظهر مئات من اللاجئين معظمهم من الأطفال والنساء ممنوعين من دخول الأراضي الأردنية. من الحدود السورية الأردنية معبر تل الشهاب الحدودي، مئات المهجرين، مئات اللاجئين يرون الدخول إلى الأراضي الأردنية، تم منعهم من قبل السلطات الأردنية. هنا الآن ما يقارب 1000 شخص أو أكثر من 1000 شخص منذ عدة أيام في المنطقة الحدودية مع بعض العائلات تدفع ثمن دخولها إلى الأردن ما يقارب 300 دينار أردني حتى يسمح للعائلة بالدخول إلى الأردن. قبل قليل تعرضت نساء وأطفال للضرب من قبل الجنود الأردنيين بالعصي والهروان. زعوا من حولها. كان رجل قبل قليل تعرض لإهانة من قبل الدرك الأردني، نساء وأطفال يتعرضون لإهانة وضرب من الدرك الأردني من النشام الأردني. هذا وراك هذا هو، خليه يحكي. تفضل أخي. زيحوا يا أولاد. إحنا سوريين اتبهدلنا من الشراء من الدرك الأردني، هانوا كرامتنا، ضربوا نسائنا، فضحوا أعراضنا، صرنا يوميا نجي هون، صرنا شهرين ثلاث ما عم يفوتوا ولا واحد منا. وين بدنا نروح؟ وين بدنا نروح بحالنا؟ شو نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ هذا الملك تبعهم شو عم يساوي؟ عم يشحن علينا؟ ولا من العرب؟ من مين بنلاقيها؟ فهمونا شو بدنا نسوي؟ شو بدنا نعمل؟ دورنا تدمرت، وين بدنا نروح؟ كان نقعد فيه. الحكومة الأردنية تصرح بأن الحدود مفتوحة، الحدود لم تغلق. هذا هو الحال، الدرك الأردني الآن يضع العصي على الأرض بعد أن جئنا للتصوير، وبعد ضرب النساء ضرب الأطفال الآن ويختبى خلف اللاجئين ويختلف. وين الدول العربية اللي عم تشردنا؟ سوان غميان مشاعر لدول الملك. يا الله لا يفتلوا، انتبهوا ايش جوزها يفتلونا من غادة. أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي النائب باسل علاونة، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني عبر الأقمار الصناعية من الأردن، وأيضا ضيفي جواد أبو حطب عبر الأقمار الصناعية من الأردن، عضو الائتلاف الوطني ومسؤول عن الشأن الإنساني، وأيضا ضيفي قيصر حبيب ناشط ميداني عبر سكايب من درعا. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. أبدأ معك قيصر، بداية حضرتك سجلت الفيديو اللي ظهر على مواقع اليوتيوب بيظهر مجموعة من الناس الموجودين على معبر تل الشهاب الحدودي. أولا الأعداد اللي كانت موجودة هناك، متى تم تصوير الفيديو وهل هن لساتهم موجودين بهذا المعبر؟ العائلات موجودة في المنطقة الحدودية، لا تزال مئات العائلات، نتكلم عن آلاف من الأطفال والنساء في المناطق الحدودية. أنا لم أزر منطقة تل الشهاب فقط، بل وصلت إلى بلدة نصيب، واليوم أيضا قمنا بعرض فيديو يظهر ما يجري في بلدة نصيب الحدودية. التقينا بنساء، ذهبنا إلى الجمرك القديم أو الجمرك نصيب الحدودي، كانت النساء تنوي وأطفال أيضا ينول الدخول إلى الأردن عن طريق الجمرك الحدودي. تم وضع إلغاء على جوازات السفر وإعادة نساء وأطفال
أيضا كانت شهادات حية من هؤلاء النساء والمعاملة، تكلمنا بألسنهن عن المعاملة التي عمل بها من قبل الحكومة الأردنية والمسؤولون الأردنيون في المعبر الحدودي نصيب معبر تل شهاب. نعود إلى معبر تل شهاب وإلى المنطقة الغربية. ما لو أكملتم التقرير، لو تذهبون وترون الوضع على الواقع، هذه ليست مادة إعلامية أستاذة رولا، نحن نتكلم عن مأساة شعب، نتكلم عن أطفال ونساء مرغت وجوههم بالتراب، أقسم بالله أطفال أحرقت وجوهها من الشمس منذ ساعة الصباح الأولى، منذ الساعة السابعة. طيب ما الحجج التي سوقوها لكم؟ ماذا قالوا لمنعهم دخول اللاجئين؟ لا يوجد أي مبرر سوى إجراء. طيب سأعود إليك ريثما، يتم تجهيز الاتصال مرة أخرى. أذهب إلى ضيفي جواد أبو حطب، عضو الائتلاف الوطني ومسؤول عن الشأن الإنساني. سيد أبو حطب، تابعت الحالة معنا اليوم، لاجئين متواجدين على معبر تل شهاب الحدودي وأيضا معبر نصيب، صار لهم فترة متواجدين هناك، أعدادهم بالمئات، لا يمكنهم الدخول. هل اطلعتم على الموضوع؟ هل حاولتم معرفة أسباب منعهم من الدخول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد أن أشكر أخوتنا في الأردن الذين استقبلوا اللاجئين السوريين عبر السنتين الماضيتين، وأخص أخوتنا في حرس الحدود والدرك الذين قدموا المساعدة سواء إلى اللاجئين أو إلى الجرحى. في الأيام الأخيرة كان هناك توقف تقريبا من وصول عدد اللاجئين إلى الأردن. في يوم وصل العدد اللاجئين إلى لاجئ واحد. لا يوجد أي شيء رسمي بمنع اللاجئين من الإخوة في الأردن. لا شك أن الأردن تحمل أو يتحمل عبء كبير باستقباله اللاجئين، لكن من المتوقع وخاصة في الأيام الأخيرة أن يتدفق أعداد كبيرة من السوريين نظرا لشراسة وهمجية النظام السوري. ولذلك ما أتمنى أن يتم التنسيق بيننا وبين الإخوة الأردنيين لمساعدة أهلنا الذين يريدون الأتيان إلى الأردن، وخاصة أن هناك معسكر. طيب لم يتم التنسيق إلى الآن خاصة وأنه موجود أعداد كبيرة منهم؟ نعم أعتقد أن التدفق إلى الأردن سيزداد بشكل كبير، وهذا ما يؤدي إلى الإرباك الذي حدث. هناك المئات بل أقول سيكون الآلاف، لأن النظام في الأيام الأخيرة يريد أن يحدث تغيير على الأرض، وكان يستخدم بطشا كبيرا. هذا ما أربك إخوتنا الأردنيين، وأتمنى أن يكون هناك تنسيق أكبر حتى نستطيع أن نؤمن لأهلنا الذين يريدون أن يأتوا للأردن بشكل آمن وأسهل. طيب بنتقل لضيفي باسل علاونة، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني. سيد علاونة، دائما التصريحات الأردنية تتحدث عن أنه لا يوجد هناك إغلاق رسمي للمعابر في وجه اللاجئين السوريين، ولكن على الأرض نرى عكس ذلك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الذي بدأ الملف السوري هو ملف يهم كل العالم وليس يهم الأردن، والآن القضية السورية هي قضية عالمية ولا تستطيع أن تتبناها أي دولة سواء كانت مجاورة أو شقيقة أو صديقة. الشعب السوري هو شعب صديق لنا وشقيق، وليس بس صديق، هو شقيق ومجاور. وأنا أعتقد أن أكثر دولة محيطة بسوريا تربطها حدود طويلة هي المملكة الأردنية الهاشمية، تبدأ من الرمثة وحتى حدود الرويشد إلى حدود العراق. وأنا مطلع على هذا الواقع. أنا لا أعتقد، وأنا أجريت اتصالات اليوم على المستوى الرسمي وحكيت مع قائد المنطقة العسكرية الذي يعمل وهي تحت إمرته. الحدود هي مفتوحة أمام اللاجئين السوريين ولا يوجد أي إغلاق رسمي إطلاقا. أنا
ابن منطقة الشمال وابن محافظة إربد، وأعلم خصوصية المنطقة، وشاءت الأقدار لي أنني خدمت في حدود الرمثة، وسأتحدث بكل شفافية وبكل أمانة وبكل مصداقية. طيب حضرتك اسمح لي بس فقط عم تقول ما في أي إغلاق رسمي حدود جذر أو حدود الرمثة، ولا الحدود البرية، وأنا اتصلت مع قائد المنطقة العسكرية الحدودية وأبلغني أن الحدود مفتوحة ويستطيع أن يدخل أي لاجئ سوري إلى المناطق الأردنية بأمان. وبالأمس أبلغني أنه دخل إلى الأردن 550 لاجئ سوري، وأول أمس 480 لاجئ سوري، واليوم عندما تحدثت معه قال أنا موجود في حدود طريبل، والآن دخل 170 لاجئ سوري عن طريق الحدود الأردنية المحاذية إلى العراق. سيد علوني نقلهم إلى منطقة جابر. طيب سيد علوني عم تسمعني؟ كنائب ومثل اللجنة العربية والدولية، وأنه لا يوجد أي إغلاق وحدودنا مفتوحة للجميع، وهم مؤهلنا وتربط فيهم علاقات اجتماعية ومصاهرة، ولا نتدخل بالشأن السوري. سيد علوني لا أدري كنت تسمعني، يقرر الشعب مصيره بنفسه. هل تسمعني سيد علوني؟ نعم أسمعك الآن. سيد علوني تقول بأنه لا يوجد أي قرار رسمي بإغلاق المعابر، ولكن ما نتابعه من خلال النشطاء وما يصورونه على الحدود، في مجموعة من الناس موجودين ما عم يقدروا يدخلوا، وتحدثوا عن أنه يتم في مثل دفع رشاوة للدرك الأردني اللي على الحدود بحدود 300 دينار لحتى يدخلون. هاي الإجراءات شو وضعها؟ يعني هي عم تصير أمور أنتم ما لكم يعني دراية فيها، ما عندكم علم فيها؟ أنا سأتحدث أيضا بمنتهى الشفافية. لا أعتقد حدودنا يعني يوجد فيها رجال أمن، وفي عندنا رجال استخبارات، رجال أمن وقائي، رجال مخابرات أيضا موجودين من ضمن قوات الجيش التي تحمي هذه الحدود وتعمل على تأمين السلامة للاجئين السوريين. لا أعتقد أنها وصلت الأمور أن يأخذ جندي 300 دينار من أجل أنه يدخل لاجئ سوري إلى الأردن، لا أعتقد. يعني نريد أن نتحدث كلام منطقي. ربما كان هناك في مخيم الزعتري، سمعت أن في مخيم الزعتري اللي بيخرجوا عن طريق الشيك بأمنهم ناس مدنيين ليس لهم صفة عسكرية. قيل لنا هذا الحكي وتحققنا منه وعززنا مواقعنا العسكرية والاستخبارية داخل مخيم الزعتري، وتم ضبط، وإذا كان في ناس تم ضبطهم وتم منحهم إطلاقا. إنما على الحدود البرية، وأنا زرتها أنا ومجموعة من زملائي في اللجنة العربية الدولية برئاسة زميلي بسام المناصير ومعالي وزير الخارجية، وبقينا للساعة 11 ونص ليلا، من الساعة 4 مساء للساعة 11 ونص ليلا، اطلعنا على واقع تدفق اللاجئين السوريين منذ دخولهم من السواتر الترابية أو حتى أنهم يصلوا إلى المآمن واللي هي الثكنات اللي بيقيموا فيها، واطلعنا والله على واقعهم وتحدثنا معهم عن كثب، وشكروا الشعب الأردني وشكروا جلالة الملك وشكروا نواب الأردن وكل أهل الأردن الكرام. طيب اسمح لي أن أقول النقاط اللي ذكرت حضرتك سيد علاوني لضيفي قيصر حبيب، وهو كان وأرافقه أنا ومجموعة من النواب إلى الحدود السورية الأردنية اللي غير رسمية. طيب اسمح لي انقل هالكلام لضيفي قيصر حبيب. قيصر، نائب علوني عم بيقول بانه رسميا الحدود مفتوحه وبانه ما في شيء، يعني التدفق اللاجئين عم بيكون بشكل طبيعي وما في اي اعاقات لهذا الموضوع. شو حكوا لكم انتم؟ يعني المكان اللي شفنا فيه الصور الفيديو مكان فيه ساتر ترابي صغير وفي لباس ناس لابسين لباس جيشي، فاحكي لنا اكثر يعني انه شو التفاصيل. سنرد على السيد علاوني بعدة نقاط. أولا هو ابن المنطقة الشمالية، لا أقول له اذهب إلى بلدة تل شهاب، ربما لا يعرف بلدة تل شهاب التابعة للأراضي السورية، أقول له اذهب إلى بلدة الطرة الأردنية. أما بالنسبة للجنود وما يتقاضاه الجنود، هذا شيء موثق، وأنا حملت المسؤولية عبر الفيديو للقادة الميدانيين. هنالك بعض السماسرة من الجيش الحر يعملون لصالح الدرك الأردني. إن كان السيد النائب العلاوني أن أأتي له بأسماء الجنود وبأسماء الضباط الذين تقاضوا الدنانير، مئات الدنانير، أنا شخصيا يا سيد علاوني أخرجت
لاجئ سوري من تحت الموت من دمشق من منطقة الميدان دفع 400 دينار حتى دخل إلى الأردن. هذه أقولها للسيد العلاوي، لأن كان يريد آتي له بأسماء الضباط وبأسماء الجنود الأردنيين عناصر الدرك الأردنيين الذين تقاضوا موجودين عندك الأسماء؟ الأجور. لا أريد أتكلم بأكثر من هذا أستاذ رولا، هنالك شيء كبير يحدث، لا أريد أن يعني هنالك أمور لا أستطيع الكلام بها على الهواء. أشكر الضيف الكريم أنه يزودنا بهذه الأسماء، وأنا مستعد من ملاحقتهم على المستوى الرسمي. لا نقبل أنه يكون موجود بيننا عسكري مرتشي يأخذ ولو 10 دنانير على الحدود. نحن وضع إنساني، نقدم العون والمساعدة إلى أشقائنا وأهلنا السوريين مقابل أنه وضع إنساني، وهم أشقاء لنا وأنسباء لنا. إحنا أقارب لي كثيرين، أزواجهم من النعيمة ومن درعا ومن قرى كثيرة محاذية لنا، وموجود حتى علاوي موجودين في منطقة النعيمة. وأنا بعرف تل شهاب، وتل شهاب أنا زرته وقبل فترة أنا ومعالي وزير الخارجية واللجنة العربية والدولية، وبلدة الطرة هي بلدتي، أختي مزوجة في الشجرة اللي هي أقرب على الحدود السورية من الطرة. طيب ما شفت حضرتك سيد علاوي في بلدة الطيب الحبيبة؟ عم بتقول حضرتك زرت تل شهاب؟ عليك أخي أو أختي ما شاهدت هناك الأعداد اللاجئين العالقين اللي ما عم يقدروا يدخلوا؟ أنا مستعد من خلال هذا المنبر الإعلامي. نعم سيد علاوي، حضرتك عم بتقول ابن تل شهاب ورحت لهونيك، ما شفت أعداد اللاجئين الموجودين العالقين؟ نعم. يعني حضرتك عم تقول المعابر الرسمية مفتوحة، ولكن الفيديو اللي عنا بيقول إنه هن موجودين هناك. صدقيني أنا زرت الحدود قبل حوالي 25 يوم، أنا واللجنة العربية والدولية، وكان يرافقنا معالي ناصر جودي وزير الخارجية. صدقيني أنه كل الثكنات اللي موجودة بالقرب من تل شهاب كانت ممتلئة باللاجئين، زائد في نظام قيم شلاتر كبيرة كانت كلياتها ممتلئة، وكان الوضع إنساني. والله نحن تألمنا وانفطرت قلوبنا على المنظر اللي شفناه، وحتى حكينا إحنا فيما بيننا أنه لا أعتقد هؤلاء أنهم لو وجدوا الأمن والأمان في بلادهم لما عانوا هذه المشقة وهذا الألم وهذا التعب وهذا الوضع المؤلم حتى يأتوا إلى الحدود الأردنية. فإحنا كانت يعني حتى بيوتنا مفتوحة لهم، وأنا من المناصرين. طيب وهدول الموجودين، الوضع السوري هدول هو وضع الموجودين سيد علاوي، أنه نوقف إلى أشقانا، ولكن لا نتدخل بالوضع السوري، فهو نعم. وضع شأن داخلي، الشعب السوري هو الذي يقرر مصيره بنفسه. طيب اسمح لي انتقل لضيفي أبو حطب. سيد أبو حطب، حضرتك عم بتقول بأنه يعني نسقتوا أو لابد من التنسيق من أجل وضع اللاجئين السوريين وإلى آخره. ضيفي سيد علاوني عم بيقول أنه لا، ما في حدا ما عم يقدر يدخل، المعابر مفتوحة، وحكى أنه زار تل شهاب وما في حدا هناك، ولكن الصور الواردة إلينا في ناس موجودين هناك. يعني هل فيك تعرف من الصور طبيعة المنطقة الجغرافية أو هي وين بالضبط؟ مبينة لابن المنطقة بيعرف أنه هي وين المنطقة. هلا اخي طراوني العلوي زار المنطقه منذ 25 يوم. لا شك ان التدفق الى الاردن استمر عبر سنتين. اذا كان هناك حدث او ما رايناه في الايام الاخيره، انا اعتقد انه نحتاج الى الذهاب بمعيته الى الحدود، ويجب مع الإخوة الأردنيين ومع المسؤولين الذين دائما يصرون على أن الحدود مفتوحة، ونحن نعتقد ذلك. إذا كان هناك بعض سوء التفاهم أو بعض الإشكاليات، إن شاء الله بمعيته ومعية المسؤولين سنستطيع التخفيف عن أهلنا العالقين على الحدود من الأراضي السورية. طيب سيد أبو حطب، يعني ما دامت دائما كان في فالأمر سيكون سهلا. نعم. الحل دائما ما نسمع عن شكاوى بسبب موضوع اللاجئين بأنه لا يوجد المساعدات الكاملة لاستيعاب أعداد اللاجئين، وبأنه يعني في حد معين للتدفق. برأيك أبو حطب، يعني أنتم بالائتلاف هل في تواصل مع المنظمات الأردنية المعنية بهذا الموضوع لتسهيل وصول المساعدات إليهم، للتأكد من أنه في مساعدات، وعدوا بمساعدات وكميات كبيرة، إذا هل هي وصلت أم لا؟ اولا زميلتي الاخت ريما فليحان هي المسؤوله الاغاثي، انا المسؤول الطبي، لكن من المعروف ان الدول المانحه وعدتنا باموال كثيره وما وصل منها الا القليل،
وأعتقد كما كذلك الأخوة في الأردن وعدوا بدعم كبير من الدول، سواء من اليو إن أو من الدول الكبيرة، بأن يزودوا ويدعموا من أجل تحمل العبء اللاجئين السوريين. وأعتقد أن أكثر الدول لم تزودهم بالأموال الكافية. ولذلك أناشد الدول العربية وأخص المملكة العربية السعودية وأخوتنا في قطر والكويت والإمارات أن يكون له موقف واضح في هذا الموضوع، وأن يدعموا أخوتنا في الأردن حتى يستطيعوا أن يستقبلوا هذا العدد الكبير. أعتقد الأيام القادمة سيضطر كثير من السوريين المجيء إلى الأردن، وقد يصل عددهم إلى 20% أو 25% من عدد سكان الأردن. وأعتقد طيب. هذا سيكون عبء على الحكومة الأردنية. نعم. قيصر، ومن واجب الأخوة العرب أن يقفوا مع أخوتنا الأردنيين. نعم قيصر، يعني سمعت كلام ضيف السيد علاوي، وأتمنى من الأخوة في الأردن أن يشاركونا، أن نستطيع أن نساهم على الحدود في كائتلاف، أن نساهم بحل الإشكالات مع اللاجئين إذا كان هناك إشكالات. طيب قيصر، سمعت كلام ضيفي علاوني تحدث بأنه بالنسبة لموضوع الأسماء، أولا هو عنده استعداد بأنه إذا كانت عندك الأسماء بتعطينا ياهن تحت الهواء ونحن بنسلمه ياهن لحتى يتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتحدث بأنه يعني ما في مشاكل بالنسبة للمعابر. الكلام كلام ضيفي سيد علاوني باتجاه، وكلامك أنت بمكان آخر، يعني كأنه في عنا واقعين مختلفين عن بعض. أستاذ رولا، أنا على استعداد وأكون ممتن إذا الأستاذ العلاونة الأستاذ النائب علاونة يأتي إلى الحدود إلى بلدة تل الشهاب غدا، يرى أكثر من 1500 مهجر نساء وأطفال منذ عدة أيام. قيصر يتكلم بشفافية. نعم أسمعك أستاذ رولا. نعم أنا ما كنت عم بسمعك، تفضل. نعم أنا مستعد وأكون ممتن للأستاذ العلاونة أن يأتي إلى المنطقة الحدودية، أنا ألتقي به غدا في منطقة تل شهاب الحدودية ليرى بأم عينه أكثر من 1500 مهجر نساء وأطفال، وليسمع بأم أذنه شهادات نساء وأطفال تعرضوا للضرب من قبل الدرك الأردني. أما بالنسبة للأسماء، أنا مستعد لتقديم الأسماء، أسماء الجنود، أسماء الضباط. طيب كم يوم صار لهم؟ مسؤولين منذ عدة أيام، نتكلم عن عائلات منذ أسبوع، نتكلم عن فلسطينيين منذ أكثر من أسبوع، نتكلم عن عائلات فلسطينية منذ أكثر من شهر في المنطقة الحدودية. فقط هذا جزء نحمله للحكومة الأردنية. دعيني طيب لماذا اللوم اسمح لي هون قيصر، لماذا التوجه باللوم للحكومة الأردنية وهي التي فتحت أبوابها في مخيم الزعتري فيه عدد كبير من اللاجئين السوريين، مسؤوليات كبيرة الآن على عاتقها، لماذا التوجه بهذا اللوم؟ يعني إنه هذا واجب، اولا هذا واجب على الدولة الأردنية، دولة شقيقة، دولة كانت تقاسم سوريا لقمة العيش، هذا لا احد يستطيع ان ينكره، والسيد العلاونة يعرف هذا، يعرف بان اللواء الشمالي في الأردن كان يعيش بشكل قاسم مشترك مع المحافظات السورية بالمعيشة، الطعام وحتى مياه الشرب. نحن لا نمنن عليهم، ولكن لا أحد يمنن علينا، هذا واجب. أما بالنسبة إلى المعارضة السورية والتي نحملها الجزء الأكبر، وبداية من ضيفك الكريم الائتلاف الوطني، المعارضة أقول لهم وللمرة الأخيرة عبر شاشة أورينت، نتمنى أن لا تبقوا كرة، أن تكونوا للاعبين لمرة واحدة، ولو لاعب احتياط يكفيكم أن تكونوا كرة تشاط من مكان الآخر ليقف مسؤول. ولكن سيد حبيب أيضا هناك من يرى بأنه ماذا يمكن للائتلاف أن يقوم به إذا كان يعني جميع التحركات التي يحتاج القيام بها للمساعدة هي تحتاج إلى المال، وهذا المال لا يوجد من يقدمه ويدعم به. يستطيعون التنسيق، يستطيعون عكس الصورة إلى السلطات الأردنية، يستطيعون القيام بالكثير من الأعمال، لا نراهم. يتكلم ضيفك الكريم عن الأستاذة ريما فليحان، ماذا قدمت ريما فليحان لأهالي محافظة درعا وللشعب السوري؟ أنا لا أتكلم عن أهالي محافظة درعا أستاذة رولا، رأيت أطفال في المنطقة الحدودية، أنا أتيت بهم من منطقة نصيب إلى منطقة تل الشهاب، أقسم بالله العظيم سألت الطفل الأول من أين أنت؟ قال لي من حلب، الثاني أنا من حماة، الثالث رأيته ذليل يقف. طيب ولكن قيصر أنت تعرف بأنه المأساة كبيرة. نعم أنت تعرف بأنه المأساة كبيرة وعدد اللاجئين
كبير وعدد المتضررين كبير جدا، يعني هل نستطيع هنا فعلا إلقاء اللوم على سيدة ريما فليحان أو حتى على أحد من أعضاء الائتلاف الوطني؟ نحملهم المسؤولية لأن لا نراهم، لأن قلناها ونعود ونقول هنالك حلقة مفقودة، ثوار الفنادق، معارضة الفنادق لا تعرف ما الذي يدور في الداخل. أتكلم مع مسؤول يقول لي من أنت؟ قلت له أنا ناشط أخرج أعوي على القنوات في كل يوم أنقل أخبار محافظة درعا. وهو طيب اسمح لي أنقل كلامك كله لضيفي أبو حطب. سيد أبو حطب ضيفي، نعم سيد أبو حطب، يعني من يتابع حديث من يعني المعارضين والسياسيين والناس النشطاء على الأرض يشعر بأنه في فجوة بأي موضوع من ناقشه، حتى بموضوع هلأ اللاجئين العالقين على الحدود بنلاحظ أنه في فجوة بين ما يتكلم به الناشط وبين ما يتكلم به المسؤول. حبيب يتحدث بأنه هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الائتلاف، لم يقدم شيء، ما رأيك بهذا الكلام؟ اولا نحن لسنا من معارضين، انا من الثوار ولسنا من المعارضين، واقضي اكثر وقتي في الداخل اذا كان هو لا يعلم. ثانيا نحن في الاردن ضيوف، ومن حق الاردن ولها، هي بلد لها سياده، ولا نستطيع ان نتدخل في الشان الداخلي الاردني، وهذا هو قرار اردني. نحن نستطيع ان نخاطب اخوتنا الاردنيين، نطلب منهم، نتمنى عليهم، ولا نستطيع ان نكون اصحاب قرار اذا كان هو لا يعلم. نحن ضيوف في هذا البلد، ولهذا البلد قوانينها ونحن نحترمها ولا نستطيع تجاوزها. أما تقديم المساعدات يحتاج إلى قوانين، فالمجتمع الدولي والعربي فإنه لم يقدم إلا الجزء اليسير من واجباته، وبالعكس كان ما يقدمه هو مهين نسبة إلى ما نحتاجه. كنا اليوم نحسب ما تحتاجه ريف دمشق فقط من الخبز، فإنه يحتاج إلى 800,000 دولار يوميا إذا بدنا نطعم بس ريف دمشق خبز. إذا ما قررت طيب ذلك، بما أنه عم نحكي عن موضوع اللاجئين سيد أبو حطب، بما أنه عم نحكي عن موضوع اللاجئين منظمات يعني عديدة تهتم بموضوع اللاجئين، هدول اللي على الأنين على الحدود صار لهم أكثر من أسبوع ما حدا عنده خبر فيهم. يعني ضيفي علاوني عم بيقول ما في حدا، هو زار المنطقة من 15 يوم. يا أختي الكريمة، نحن كنا نتكلم مع بعض الإخوة الأردنيين ووعدونا إن شاء الله خيرا. نحن لا نستطيع إلا أن نتمنى على الأخوة الأردنيين، بالتأكيد سيكون هناك معاناة كبيرة وتحتاج إلى تدخل من إخوتنا الأردنيين ودعم من إخوتنا العرب لحل هذه المشكلة. طيب سيد علاوني، قيصر حبيب يتحدث عن وجود ما يقارب 1500 شخص على عالقين على الحدود. هلأ حضرتك عم تقول رحت من 15 يوم، هذا الحكي من أسبوع، هلأ صار عندك خبر، الوقت المتوقع لحل هذه المشكلة؟ أنا حبيت بس أرد أتأكد من الرقم 1500 اللي حكى عن ضيفك الكريم اللي عالقين في تل شهاب، هم حكى فلسطينيين ولا سوريين؟ على ما أذكر حكى فلسطينيين. هم سوريون، هم سوريون. هنالك بعض العائلات الفلسطينية التي لم تتمكن من الدخول. هنالك نحن نطالب الفلسطينيين، نعرف من بداية الحراك لم يسمح لهم. نحن نتحدث عن اللاجئين السوريين. الفلسطينيين هم أهلنا، ونحن العمق الاستراتيجي لفلسطين، ولا يربط فلسطين دولة عربية كالعلاقة الاجتماعية والجغرافية والتاريخية كما تربط الأردن وفلسطين. هم أهلنا، ولكن إذا كان يتحدث عن 1500 فلسطيني عالقين في تل شهاب وأنا هذا الذي سمعته، لا مو فلسطينيين، قال سوريين وبعض عائلات فلسطينية، وثائق سفر سورية، وهي قضية تختلف عن قضية اللاجئين السوريين. يا سيد علاوني إذا هنا يكون الأردن وطن بديل إذا إحنا بدنا نقبل الكل، فهذه لها هذه مداخيلها ومخارجها تختلف. طيب تتحدث عن ونحن العمق الاستراتيجي لأهلنا في فلسطين وفي كل العالم. طيب يا سيد علاوني، مشان مشكلة الخليج عن التسجيل وغيرها فتحت أبوابنا، ولكن خلينا نتحدث عن الملف السوري إذا سمحتي. الملف السوري لا يخفى على أحد أنه مواردنا محدودة في الأردن، ونحن في البداية منذ أول يوم تقاسمنا والله لقمة العيش معهم، ولغاية الآن وبأكد كمان أخي الموجود معي في هذا الاستوديو الكريم أنه مطلوب من دول العالم، وأنا أكدت في أكثر من لقاء. طيب حكينا بهذا الموضوع، اسمح لي يا سيد علاوني ما ضل عن نوع، اسمع بس إجابة عن نقطة
معينة سيد علاوني إذا عم تسمعني، مضى في وقت. بالنسبة لمشكلة العالقين الآن على المعابر، متى ستحل هذه المشكلة؟ هلأ صار في عندك خبر فيها؟ أنا التل شهاب اللي حكت اللي حكى عنه ضيفك الكريم هو يقع ضمن الحدود السورية وليس ضمن الحدود الأردنية، فأنا كيف بدي أدخل على حدود سورية وأطلع على هذا الوضع تل شهاب؟ أنا بدي أحكي لك أختي تسمحي لي، أنا بدي أحكي لك بمنتهى الشفافية. أنا قبل أن أكون نائب في مجلس النواب الأردني الذي أتشرف أن أكون نائبا فيه، أنا كنت رجل مخابرات ولي الشرف أني خدمت في دائرة المخابرات العامة وعملت في حدود الرمثة لمدة 3 سنوات، وأعرف المنطقة تماما كما أعرف بلدي الطيبة الحبيبة. طيب ال 1500 حتنحل مشكلتهم؟ كيف أنا أستطيع أن أعتدي على حدود سوريا وأدخل على هن بدهم يدخلوا على الأردن؟ اللي موجودين هناك هن بدهم يدخلوا على الأردن ما عم يسمحوا لهم. بالله عليك أفيديني بهذا سيد علاوني، هن بدهم يدخلوا على الأردن. أنا تحدثت مع قائد حرس الحدود الأردني قبل أن تسمحي لي أختي الكريمة، أنا تحدثت مع قائد الحرس الحدود الأردني قبل أن أدخل إلى هذا المكان المنبر الإعلامي الطيب، وأنا أعرف هذا الشخص معرفة طيبة وهو يتلقى تعليمات رسمية أنه إحنا نستقبل اللاجئين السوريين لأنه وضع إنساني، حتى لو ما إجانا دعم مالي من الدول الصديقة والشقيقة. طيب اللي ما قصرت معنا والدول. طيب شو القصد يعني حضرتك عم تقصد أنه هدول ما هم موجودين؟ إحنا كمان مستعدين نتقاسم لقمة العيش معهم، لكن أوعدك أني أنا أدخل إلى حدود تل شهاب وأطلع على واقع اللاجئين الموجودين هناك ما بوعدك، بس بوعدك انه اذا دخل اي واحد على الحد الاردني انه نستقبله، وانا مستعد ارافق اي فريق صحافي. يا سيد علاوني ما عم بيتم السماح لهم بالدخول، انا واللجنه العربيه والدوليه. سيد علاوني ما عم بيتم السماح لهم بالدخول، لا يتم السماح لهم بالدخول، عم بيحاولوا يدخلوا ما حدا عم يخليهم. انا تحدثت، انا اعتقد لك اختي الكريمه وانا حكيت لك انه انا رجل امن سابق، انا اعتقد اختي الكريمه انه الان في ضغط أمني داخل الحدود السورية من جهة درعا، بلشت القوات النظامية أعتقد هناك تقصف، وأول أمس قصفوا المناطق اللي جهة نصيب اللي هي ليست رسمية، الحدود البرية اللي احنا بنحكي عنها قصفت في المدفعية السورية أختي الكريمة. الآن يعني سبب عدم تدفق هذه الأعداد الكبيرة هو من الجانب السوري لأنهم أصبحوا يخشوا على حياتهم. طيب قبل هيك انا عندما زرتها قبل 25 يوم. طيب هلا شو الحل لهم يا سيد علاوني؟ ما عم تعطيني جواب حضرتك على حل لهم. السد اللي موجود عندنا 1500 عالق على الحدود بدهم يدخلوا على الاردن، حضرتك صار عندك في خبر في تل شهاب اختي الكريمه وليست في حدودها. في تل شهاب اختي الكريمه، انا في تل شهاب ضمن الحدود السوريه، في حدود تل شهاب مع الاردن سيد علاوني. هذا احنا بدون هيك ومش خلصانين الاردن اعلاميا، واحنا تم التهجم علينا وحضرتك اعلامي وتعلمي من قبل السفير السوري وهو ليس ند للحكومه الاردنيه، وحتى انه الرئيس السوري تهجم علينا وقال بثم المليان اذا احترقت سوريا راح يلحق الاردن، واحنا تصدينا نواب الشعب وقلنا هذا الكلام نشجبه ونستنكر ودينه. نعم. وندينه من رئيس دولة أنه يتحدث عن دولة شقيقة. طيب ما تدخلت في الشأن الداخلي في يوم من الأيام بصدق وبأمان أختي. بدي طيب أرجع على شغلة ثانية بالنسبة لقوات الدرك أختي، أنا زرت رجل من رجال الدرك أنا ومجموعة من زملائي قبل 15 يوم في نعم سيد علاون، خليني انتقل بس لقيصر حبيب. قيصر عم يقول سيد علاون أنه هن مو موجودين، هن بتل شهاب، هن موجودين على المعبر وبدهم يحاولوا يدخلوا على الأردن وما عم بيخلوهم، مظبوط هذا الحكي؟ ماذا المزاودة يا أستاذ علاونة؟ أنا قلت لك وأعود وأقول اللاجئين منذ الساعة 7 صباحا حتى ساعة الغروب وهم على الساتر الحدودي عند الخيمة التي قلت عنها، دخلت إلى هذه الخيمة منذ الساعة 7 صباحا، أنا مستعد كادا ألتقي بك على النقطة الحدودية، لا أريدك أن تقطع إلى الأراضي ونفس الشلتر الكبير اللي موجود بالكرفانات المحاذية لتل شهاب. أنت تعلم أين يكون موجود اللاجئين؟ على النقطة الحدودية التابعة للأردن، في الخيمة، على الخيمة التي تكلمت عنها. أما بالنسبة للفلسطينيين أنا قلت لك بعض العائلات الفلسطينية التي لم تسمح لها بالدخول منذ شهور باتوا من سكان بلدة تل شهاب، حتى الجريح الفلسطيني لم تدخلوه إلى الأردن، ولا نريد مزاودات بهذا الموضوع. تتكلم عن شعب واحد. طيب عن أهل، عن هذا كلام عاري عن الصحة. الجريح الفلسطيني تمت إعادته من الساتر الحدودي الآن. أخي الكريم احنا حكينا، أنت لست بأحرص مننا على شعبنا الفلسطيني ولا في دولة محيطة. طيب في دولة فلسطين الموضوع الحبيبة تربطها علاقات اجتماعية وعلاقات تاريخية. نعم. نعم.
وعلاقات جغرافية كما تربطها. أنا من العلاونة، ويوجد علاوني في فلسطين، في جبع وفي قباطية وفي سنجل قد عدد العلاوني الموجودين في الأردن وأكثر. فإحنا ما في عشيرة في الأردن ولا ولها عمق استراتيجي ولها بعد عشائري موجودة في فلسطين. ما بدنا نزاود على بعض، الله يخليكم. طيب سيد علاوني، يعني مزاودات، إحنا ما في بلد تربطها علاقات تاريخية واجتماعية وجغرافية كالعلاقات الأردنية الفلسطينية. هذا تقرير مصيرنا وإحنا بنقرر أنفسنا. سيد علاوني اسمح لي عشان نرجع للنقطة الأساسية اللي عم نحكي فيها. الذين يحملون وثائق سفر وموجودين، نعم، هذا شأن يختلف عن اللاجئين السوريين. هذا الشأن يختلف، لذلك اسمح لي أعود للنقطة الأساسية سيد علاوني. ونحل مشاكلنا يعني بضمن أطر محددة. سيد علاوني لو نرجع للنقطة الأساسية، قيصر عم بيقول هن فيكم تروحوا تتأكدوا إذا موجودين أو لا، يعني حضرتك عم بتقول هلأ ما هم موجودين. 1500 شخص تقدير عددهم بأنه هن موجودين الآن على المعبر الحدودي بين سوريا والأردن، هل في حل قريب لمشكلتهم؟ هل حيكون في أيمت ممكن يدخلوا على الأردن؟ موجودين هن هلأ طول اليوم. أنا مستعد يوم الخميس بإذن الله أن يأتي فريق من الصحافة وأرافقه إلى هذه المنطقة الحدودية، فريق صحافي مخول أنه يرافقني، مسموح له أنه يرافقني. أنا مستعد أني أنا أرافقه لهذه المنطقة وأنسق مع اللجنة العربية والدولية ومع معالي وزير الخارجية، وأني أزور هذه المنطقة بالتنسيق مع قائد حرس الحدود الأردني. طيب وممكن نبعث عندي جلسة صباحية ومسائية ومعلوم للجميع حتى نناقش الموازنة العامة، وهذا ملف مهم بالنسبة لنا احنا كأردنيين. طيب فينا ننسق معك احنا سيد علاوني بانه نبعث مراسل من عنا التي لا تخفى على احد. طيب شكرا لك. انا ما عندي مشكلة، اي مراسل صحفي بيحب يرافقنا، ورافقونا بالمناسبة لما زرنا الحدود، رافقونا عدد لا يقل عن 13 صحفي يمثلون محطات فضائية وصحف ورافقونا. طيب شكرا لك نائب باسل علاوني عبر الأقمار الصناعية، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، وأشكر ضيفي جواد أبو حطب عبر الأقمار الصناعية عضو الائتلاف الوطني ومسؤول عن الشأن الإنساني من عمان. شكرا على مشاركتكم. قيصر شو رأيك بالكلام بيوم الخميس بأنه حيكون في وسائل إعلام تروح تصور شو عم بيصير هناك؟ أنا جاهز، أنا جاهز منذ غدا، منذ ساعة الصباح الأولى نلتقي أنا والسيد العلاوي على الساتر الحدودي كما أسلفنا الذكر. لا نريده أن يدخل الأراضي السورية، يبقى في النقطة الأردنية، نتمنى حضوره لإدخال هذه العائلات. الآن العائلات في المدارس، في منهم في الشوارع كذلك الأمر، نتمنى إدخالهم. بما أنك رح تكون موجود قيصر، كمان نتمنى أنك تحضر قائمة بالأسماء اللي ذكرتهم عن اللي عم يرتشوا، لأنه هو ضيفي سيد علاوني قال بأنهم مستعدين لمحاسبة يعني أي شخص يتعدى حدود القانون. شكرا لك قيصر حبيب ناشط ميداني، كنت معي عبر سكايب من درع على هذه المشاركة. مشاهدينا فاصل قصير ونعود، أرجو أن تبقوا معنا. يحتوي ريف جسر الشغور على قرى مسيحية وشيعية وعلوية إضافة للقرى السنية، وبعد تحرير هذه القرى من جيش النظام هرب كل من حمل السلاح وبقيت بعض العائلات العلوية تعيش في أرضها. مراسلنا عمار دندش قابل العائلة وأعد لنا التقرير التالي. لم يفارق أرضه رغم كل الظروف، متحديا كل المفردات الطائفية، فهذه الأرض لا تفرق بين علوي وسني. هنا كان يعيش صالح خليل مع عائلته وما زال، وسوف يدفن بها على حسب قوله، لذلك اتخذ قراره الصعب بالبقاء ورفض الخروج من القرية أسوة بباقي العائلات العلوية. هو قرار صعب انه اخذناه انه نضل هون مشان الظلم اللي عم بيصير على العالم
وهالشيء اللي عم مارسه النظام ضد الشعب هون. يعني واحد لازم ياخذ قرار صعب حياته انه يضل مع العالم والشعب. مع بداية الثورة السورية سعى النظام لتسليح عناصر من نفس طائفته، متذرعا بأن مسألة بقائهم مرتبطة ببقائه في رأس السلطة. الكثير من العائلات العلوية انجرفت وراء هذه الذريعة، والبعض رفض التسليح لأسباب اجتماعية. النظام طول عمره مورطنا، مورطنا بحلب ومورطنا هون، وين ما رحت متورط أنا كإنسان سوري أو كإنسان هون داخل سوريا بين الناس، مرت بهالفساد الموجود. نعم الإنسان تورط. وبالنسبة للسلاح، في عند الناس كلها سلاح، يعني هذا الشيء ما صار مخبى، عند كل الناس في سلاح. في مسحة للواقع الديموغرافي لجسر الشغور وريفها، يصادفنا مزيج سكاني من عدة طوائف سنية وعلوية وشيعية، انصهرت جميعها في بوتقة التعايش. لذلك تعتقد عائلة خليل أن بعد سقوط نظام سوف يصبح المجتمع أكثر تماسكا على حد وصفهم. هلا النظام موجود، هلا بكرة رايح النظام وما في شيء مخلد يعني، والعالم يعني طول عمره عايشة مع بعض، يعني ما هو أنه بدها تعيش بجديد، يعني شيء عليها جديد، طول عمره عايشة مع بعضه. وإن شاء الله بيكونوا واعيين وبيرجعوا حطوا ايدهم بايد بعضهم ويعيشوا مثل ما كانوا احسن ان شاء الله. هذا اللي نتمناه يعني ما فيش. موقف عائله خليل فأل خير في تماسك المجتمع السوري بجميع اطيافه، رغم محاولات النظام المتكرره ببث الفرقه والطائفيه. عمار دندش، اورينت نيوز، ريف جسر الشغور. عزف بعض الأهالي في ريف اللاذقية عن الذهاب إلى الأراضي الزراعية بسبب كثرة حواجز النظام العسكري والقصف العشوائي. المزيد في التقرير التالي. الأراضي الزراعية بريف اللاذقية تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية في سوريا بسبب غناها بالمياه، إضافة إلى تركيبة تربتها التي تعد من أفضل أنواع التراب. كانت الأراضي الزراعية في ريف الساحل تغطي ثلث احتياجات سوريا من الخضار والفواكه، غير أن العمليات العسكرية الواسعة للنظام في المدن وبلدات ريف اللاذقية دفعت الفلاحين لهجر أراضيهم لتنمو فيها الأعشاب الضارة بدل الخضار والفواكه. يضاف إلى الوضع الأمني الصعب انعدام الدخل وغلاء أسعار الوقود، لتتحول الأراضي الزراعية إلى مأوى للحيوانات. سبب هجرة الناس وترك للأراضي القصف المستمر من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة والصواريخ. السبب الثاني ارتفاع تكلفة الزراعة. لم تعد هذه القرى والأراضي الزراعية مستهدفة بالصواريخ والمدفعية فحسب، بل بات طيران الميغ معتادا على استهدافها بصواريخه التي تقصف بشكل عشوائي، مستهدفة المدنيين والمزارعين الذين قضى عدد منهم وهم في حقولهم. البعض الآخر من الفلاحين يحاول زراعة قطع صغيرة من أرضه بغية سد حاجاته الأساسية وليحقق أمنه الغذائي، فنرى المساحات المحيطة بالمنازل مليئة بالخضار التي يحاول المزارعون العناية بها قدر ما استطاعوا. بالرغم من وجود هذه المياه الغزيرة في الأراضي الزراعية، إلا أن أهلها هجروها خوفا من القصف وفقرا ماديا. من ريف اللاذقية، يا من عراج، لأورينت نيوز. كان هذا كل ما لدينا في هنا سوريا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء في الغد بإذن الله.